ايضا حديث للاعب صالح العمري. كابتن صالح رحب فيك، هارد لك الخساره، فوز على الاتفاق، تعادل ايجابي امام نادي الهلال. بغض النظر عن الخساره في كاس خادم الحرمين الشريفين، لكن اليوم تخسر بثلاثه اهداف وبالتحديد في اخر شوط المباراه الثاني. اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، الف مبروك للنادي الباطن، حظ اوفر لنا. زي ما قلت انت، في اخر الوقت كان في انهيار من الفريق، اضعنا فرص في نفس الوقت تسجل في بابنا. نقول الحمد لله على كل حال، هذه حركة كره القدم. التوفيق اليوم ما حالفنا، ما هي مشكله، عندنا فرص كبيره نعوضها في المباراه القادمه، وان شاء الله الجاي احسن ان شاء الله. نعتذر لمحبين نادي ابها، والجاي افضل باذن الله. كابتن، عندما نتحدث عن ضياع الفرص لنادي ابها وايضا نشاهد الاخطاء في خط الدفاع اليوم، الكرات المقطوعه بشكل سريع وسجل منها نادي الباطن ثلاثه اهداف، اليوم ابها في الشوط الثاني ركز على الهجوم بشكل اكبر من الدفاع في هذه المباراه. الاخطاء وارده في كره القدم، نتحملها كفريق كامل، خساره للجميع. مثل هذه الاخطاء يعني من المفترض ان نتلافاها في المباراه القادمه ان شاء الله، ونعوضها باذن الله. ما هي مشكله، خسرنا مباراه ما خسرنا الدوري، نقول الحمد لله على كل حال. وشيء اكيد يعني، هذه كره القدم، يعني اذا تخطي اخطاء فرديه من المؤكد ان الفريق الثاني راح يستغلها وراح يسجلها. نقول الحمد لله على كل حال. شكرا صالح. شكرا حبيبي. شكرا لكابتن صالح العمري متحدثا عن خساره نادي ابها في هذه المواجهه قائد نادي الباطن.